الصعب للغاية العثور على شخص لم يمر بكآبة الخريف والشتاء. عندما تكون الأجواء رمادية وكئيبة في الخارج، لا يمكنك منع نفسك من الشعور بالمثل. لحسن الحظ، توجد طريقة لإبقاء معنوياتك مرتفعة عندما تكون درجة الحرارة منخفضة. إن كنت تشعر عاماً تلو الآخر بالحزن في الشهور الباردة، فعلى الأرجح أنك مصاب بالاضطراب العاطفي الموسمي، يعرف أيضاً باسم ساد، وهو نوع شائع للغاية من الاكتئاب. وفقاً لمايو كلينيك، وهي منظمة كبرى غير ربحية تركز على الممارسات والأبحاث السريرية، فإن أكثر الأعراض شيوعاً لساد هي التالية: على الرغم من حصولك على المزيد والمزيد من النوم، إلا أنه يبدو أنك لا تحصل على قسط كاف من النوم أبداً، وتشعر بالتعب الدائم. يبدو أنه لا يمكنك التركيز أو إنجاز المهام اليومية. تشعر بالتقلبات المزاجية وترغب دائماً في أن تكون وحيداً. زيادة مستويات القلق، ترغب باستمرار في تناول شيء حلو. لا تشعر بالقلق إن رأيت كل هذه الأعراض لديك، لأن الاضطرابات المزاجية تستجيب جيداً للعلاج. النقطة الرئيسية هي بدء العلاج في الوقت المناسب. إلى جانب ذلك، يمكنك دائماً تجربة تمارين الاسترخاء. ولمساعدة مرضى الذين كانوا يعانون من القلق، طور الدكتور إدموند جاكوبسون تقنية تسمى الاسترخاء التدريجي للعضلات في عشرينات القرن الماضي، والتي تنطوي على شد وإرخاء متكرر لبعض المجموعات العضلية. إليك كيفية القيام بذلك. قف مستقيماً واسترخي وأغمض عينيك. انتبه إلى نفسك، توقف لبرهة بعد كل نفس. قم بشد جميع عضلات وجهك كما لو أنك قد أكلت للتو شيئاً في غاية الحموضة لمدة 4 ثواني، ثم استرخي. قم بذلك عدة مرات. يمكنك أيضاً شد وإرخاء العضلات في الرقبة والكتفين والذراعين والظهر والبطن والساقين. عند القيام بهذا التمرين، من المهم ألا يشتت انتباهك أي شخص أو أي شيء لمدة نصف ساعة على الأقل، فهذا الوقت هو وقتك الخاص، لذلك استخدمه بحكمة. إلى جانب تقنية استرخاء العضلات، توجد العديد من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها مكافحة التوتر والقلق، بدءاً ب 9. أدرج فيتامين بي ودي في نظامك الغذائي. يعلم الخبراء أن معظم أعراض ساد ناتجة عن نقص في بعض الأحماض والفيتامينات في الجسم، مثل أوميغا 3 وفيتامين بي وفيتامين دي على سبيل المثال لا الحصر. وتوصي المعاهد الصحية الوطنية الأمريكية بإدراج الكثير من الأطعمة الغنية بالفيتامينات في نظامك الغذائي، مثل السبانخ والفاصوليا والبذور والمكسرات والحبوب الكاملة والخضار الورقية والهليون. وعوض عن نقص فيتامين دي في أشهر الشتاء من خلال تناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان والحبوب وكبد البقر والجبنة وصفار البيض. وفي حال قررت اختيار المكملات الغذائية، احرص على اختيار الكميات بشكل صحيح، فالكثير من الشيء الجيد قد يضر بك. وبالطبع، من الأفضل دائماً مراجعة طبيبك أولاً للتأكد من عدم إصابتك بنقص في الفيتامينات. 8. ضع أهدافاً صغيرة وحققها. قد يتسبب الشعور بالكآبة في استنزاف طاقتك وحماسك. لهذا السبب، يوصي الطبيب النفسي ومدير برنامج أبحاث وعيادات الاكتئاب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، الدكتور إيان كوك، بوضع أهداف صغيرة لنفسك وتنظيم جدولك حتى تتمكن من تحقيقها. حتى شيء بسيط مثل تناول وجبة الإفطار كل يوم لا يزال يعتبر هدفاً، وعندما ترى أنه يمكنك تحقيق ذلك بالفعل، سيعيد ذلك إليك الشعور بقيمتك الذاتية والتحفيز الداخلي. 7. احتفظ بتذكار للعطلة على مكتبك. عندما تنتهي عطلتك ويتوجب عليك العودة إلى مسؤولياتك، تستوعب مدى اشتياقك لتلك الأيام الصيفية الخالية من الهموم. الشمس، الشاطئ، أو مجرد عدم القيام بأي شيء والاسترخاء طوال اليوم. من لا يريد أن يستمر ذلك إلى الأبد؟ تشرح دابي مانديل، وهي أخصائية في إدارة التوتر ومؤلفة كتاب أشعل ضوءك الداخلي، أن النظر إلى تذكار صغير من الصيف يمكنه تحسين مزاجك أكثر بكثير مما تظن. فقط احرص على وضعه في مكان يمكنك فيه رؤيته دائماً. 6. أحط نفسك بأشخاص إيجابيين. لطالما اهتم العلماء بالعوامل الخارجية التي يمكنها تخفيف الاكتئاب، وقد أظهرت دراسة أجريت عام 1981 في جامعة كاليفورنيا
أن الدعم الاجتماعي قد يكون عاملاً حاسماً في التخلص منه. بالطبع من الصعب تقييد دائرة الأشخاص الذين تتواصل معهم خلال اليوم، ولكن حتى تتخلص من الاكتئاب الموسمي يجب أن تكون انتقائياً للغاية حول من تسمح له بالدخول في مساحتك الشخصية. في حال لاحظت أن أصدقائك يرمون كل سلبيتهم عليك بشكل مستمر، من الأفضل لك الامتناع عن مرافقتهم. 5. جرب الفنون والعلاج بالدمى المتحركة. تساعد الجمعية الأمريكية للعلاج الفني الناس على الشعور بشعور أفضل من خلال الإبداع منذ عام 1969. الرسم والنحت والرقص والدراما والموسيقى وغيرها من أشكال التعبير الإبداعي تتميز جميعاً بخصائص علاجية فيما يتعلق بالاكتئاب، ويساعد الفن الناس على فهم اكتئابهم وأسبابه بشكل أفضل، مما يسمح لهم بالتغلب عليه بشكل فعال. يقول ماثيو برنييه، وهو معالج فني مسجل ومعتمد وفنان دمى متحركة، أن العلاج بالدمى هو حل ممتاز لجميع الأعمار، ويعود السبب لكونه في الغالب من الأسهل على الفرد مشاركة مشاكله مع دمية بدلاً من الآخرين، كما يمكن الجمع بين العلاج الفني والعلاج بالدمى من خلال صنع دمية بنفسك من جوارب قديمة أو عبوات فارغة مثلاً. 4. احصل على بعض العلاج الحيواني. هل سبق أن لاحظت أنه عند شعورك بالحزن واللعب مع كلبك أو احتضان قطك، فإنه يبدو أنه يزيل ألمك ويحسن حالتك المزاجية؟ حسناً، يتفق المعالجون على أن هذه الطريقة على الأرجح تعمل بالفعل، كما اعترف المعهد الوطني للصحة العقلية بالعلاج الحيواني كنوع من العلاج النفسي المستخدم لعلاج الاكتئاب والاضطرابات المزاجية. لذلك اقضي بعض الوقت مع صديقك الفروي، سيحب اهتمامك به وستشعر بكل تأكيد بتحسن كبير. 3. تحدى أفكارك السلبية. تغيير طريقة تفكيرك هي أحد أقوى الأدوات في محاربة الاكتئاب الموسمي. لا تدع عقلك يقفز إلى استنتاجات سيئة حول قيمتك الذاتية أو قدراتك أو مستقبلك. اجعل المنطق صديقك المقرب في محاربة هذه الأفكار السيئة. يشرح الدكتور مايكل دبليو أوستن، البروفيسور في الفلسفة في جامعة كنتاكي الشرقية، أن الأمر يتطلب بعض الوقت والممارسة، ولكن يمكنك تعلم محاربة الأفكار الخاطئة التي تدور في عقلك، وفي حال لم تنجح في مهمة واحدة فهذا لا يجعلك فاشلاً، وفي حال تجادلت مع شخص واحد فهذا لا يعني أن الجميع يكرهك. لا تستبعد الجوانب الإيجابية أو تبني استنتاجات بالاستناد بشكل كامل على مشاعرك في تلك اللحظة. 2. مارس هواية قديمة. أحد أعراض الاكتئاب الموسمي هي عدم الرغبة في فعل أي شيء، بما في ذلك الهوايات التي كنت تستمتع بها. حاول أن تتذكر ما ساعدك في أحد المرات على الاسترخاء واستجماع قواك. قد يكون قراءة كتب شيقة أو التقاط صور للطبيعة أو الحياكة أو حل الأحجيات، أي شيء كنت تقضي وقت فراغك عليه. في عام 2014 قامت مجموعة من الأطباء النفسيين الأستراليين بدراسة كيف يمكن لنمط الحياة أن يستخدم كعلاج للاكتئاب. ممارسة هواية قديمة قد تكون أحد الطرق لمساعدة نفسك على التغلب على الطقس السيء في الخارج وإشغال نفسك في المنزل. أما إن كانت هوايتك القديمة لا تجعلك سعيداً كما في السابق، فلا تجبر نفسك عليها وجرب شيئاً جديداً. 1. قم بتمديد وقت التعرض لضوء النهار. درس فريق من الباحثين من جامعة ألاباما في برمنغهام العلاقة بين أشعة الشمس والاكتئاب، حيث قاموا بتحليل بيانات من أقمار صناعية تابعة لناسا حول التعرض لأشعة الشمس، واكتشفوا وجود عدد أكبر من المصابين بضعف إدراكي في المناطق التي يصلها ضوء أقل من الشمس. النقطة المهمة هنا ليست فقط أن أشعة الشمس تساعد الجسم على تصنيع فيتامين دي، والذي كما تذكر هو أمر بالغ الأهمية لحالتك العاطفية، بل أيضاً حقيقة أن البقاء بالخارج بشكل عام له تأثير إيجابي على صحتك العقلية وعافيتك. وبسبب حصولك على مقدار أقل من الشمس في الخريف والشتاء، فإنك تحتاج إلى تنظيم يومك حتى تتاح لك فرصة التعرض لضوء الشمس قدر الإمكان. وإن كان جدولك لا يسمح بذلك، فحاول إذن أن تجعل الإضاءة في منزلك أكثر إشراقاً، كما يساعد القيام بعملك بالقرب من نافذة في ذلك أيضاً. فقط حاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الضوء. هل تعاني من الاكتئاب الموسمي؟ أخبرنا في تعليقات أدناه.
ولا تنسى منح هذا الفيديو إعجاباً ومشاركته مع أصدقائك والنقر على الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.